دلوقتي عايزه اقول لكم الفرق بين الفرش، الفرق بين فرش الفاونديشنز واني احسن حاجه تختاريها لو انت مبتدئه، والفرق بين فرش الباودرز والعينين وكل الحاجات دي. انا عندي كميه فرش مش منطقيه، ودول تقريبا مش كل اللي عندي اصلا، بس هحاول على قد ما اقدر اخلي الفيديو اسرع من كده علشان ما ياخدش وقت طويل. هبتدي بفرش الفاونديشنز واقول لكم الفروقات، ايه انواع فرش الفاونديشنز وايه احسن فرشه تستخدميها. الفرشه اللي هي popular جدا دلوقتي ومعظم الناس بدات تستعملها هي فرشه الكابوكي اللي بيبقى شكلها كده. الفرش اللي انا بوريها لكم دي فرش سيجما، بس انت لو مبتدئه انت مش مضطره ابدا تجيبي سيجما، في براندات تانية كتير بتعمل نفس الاشكال وبتبقى ارخص بكتير. انا استخدمت في الاول بدات بماك، وبعد كده بعد ما يعني استهلكت الماك كلهم اشتريت بعضهم السيجما، ومش حاسه بفرق كبير بينهم مع ان فرق السعر تقريبا النص بين السيجما والماك. مشكلتي الوحيده مع السيجما ان الكاستمر سيرفيس بتاعتهم سيئه للغايه، يعني انا كانت معايا تجربه وحشه جدا معاهم، علشان كده مش دايما بريكومندها لكل الناس. لكن فيما عدا ذلك الفرش كويسه جدا وتقريبا مشابهه جدا لماك. الفرشه دي بالذات هتلاقيها في كذا براند، اللي هي الفلات الكابوكي للفاونديشن. البراند اللي انا بريكومندها لو انتوا بتدوروا على حاجه ارخص شويه ماركه اسمها ريال تكنيك، هكتبها تحت علشان لو نسيتوها. ولو ما لقيتوش الريال تكنيك في براندات كتير قوي بتعمل نفس الشكل من الفرشه دي. الفرشه دي بتدمج الفاونديشن كويس جدا لان هي فيرم مليانه شعر، مش ما فيهاش فراغات، فعشان كده بيبقى سهل جدا ان انت تتحكمي فيها. لو عملتيها سيركولر موشنز هتدمج الفاونديشن بسهوله جدا في وقت قصير. ودي الفرشه اللي انا بنصح بيها لو انت مبتدئه، دي الفرشه للفاونديشن اللي انت بتدوري عليها، سواء انت بتستخدمي ليكويد او كريم فاونديشن. لو بتستخدمي باودر ما اعتقدش ان دي هتبقى مناسبه. تاني فرشه اللي هي كانت بوبولار قبل دي، قبل ما تطلع دي، اللي هي الفرشه الفلات اللي زي كده. الفرشه دي انا ما بحبش استخدمها للفاونديشن، دي انا بستخدمها لو حابه ان انا اوزع برايمر، او لو حابه اوزع كريم على البشره، ولو الكلاينت اللي قدامي مثلا ما بيحبنيش ان المس وشه بايدي بستخدم الفرشه دي عشان اوزع الكريم او المنتج ده على وشه. مشكلتها ان انت لما بتحطي فاونديشن بتسيب ستريكس، خطوط بتبقى مش مدمجه كويس، بتبقى مليانه خطوط، لازم بعد كده تعيدي عليها بسفنجه او ببيوتي بلندر علشان تودي الخطوط دي، او ان انت تستخدميها لمده اطول، ان انت تفضلي تدمجي 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 وده تضيع وقت. عشان كده الكابوكي احسن بكتير من الفرشه الفلات دي. تالت فرشه اللي هي اسمها الديوال فايبر، بتبقى عامله كده. دي زي ما انتم شايفين هي مقسومه لونين، اللون اللي تحت الاسود ده شعره قصير والابيض شعر طويل، فهي نوعين من الشعر في فرشه واحده. ده بيخليها تبقى من فوق مفرغه جدا، معرفش هتشوفوها ولا مش هتشوفوها، بتبقى من فوق مفرغه خالص. فدي استخدامها تحفه للاتش دي ميك اب، لو انت مبتدئه مش هتحتاجي تستخدميها، لكن هي استخداماتها بتبقى للناس اللي بتعمل ميك اب للفيديوهات او للتلفزيون او لحاجه زي كده، لان هي بتدمج البرودكت بشكل كويس قوي، بس بتاخد وقت طويل قوي قوي، ما بتخليش فيه اي مسامات باينه او ما بتخليش فيه اي خطوط باينه بمعنى اصح، لكن بتاخد وقت طويل قوي لان هي زي ما انتم شايفين هي فاضيه، فبتحتاج مجهود ان انت تدمجي الفاونديشن. فدي تستخدميها بس لو انت ناويه تبقي ميك اب ارتست، او لو انت ناويه تشتغلي في الميديا، دي هتبقى فرشه كويسه جدا للاتش دي فاونديشنز، لكن فيما عدا ذلك الفرشه الكابوكي هي احسن واحده. بعد كده عايزه اتكلم عن فرش الباودر. فرش الباودر برضو ليها اشكال كتيره جدا، في واحده ناقصه، ليها اشكال كتير جدا، يعني كل دول فرش باودر. مش معنى ان انت عايزه تحطي ميك اب ان انت محتاجه تجيبي كل دول، لا خالص، هي كل واحده فيهم ليها استخدام مختلف شويه عن الثانيه، بس انت كمبتدئه مش هتحتاجي اصلا ان انت تجيبي كميه الفرش الفظيعه دي. اكتر فرشه فيهم popular والناس بتستخدمها اللي هي الفرشه العاديه الفلافي اللي بتبقى عامله كده، دي علشان توزعي الباودر فاونديشن، او علشان تستي الفاونديشن بلوز باودر، او ان انت عايزه تحطي اي سيتنج باودر مش لازم يبقى لوز، هي دي استخدام فرشه الباودر. دلوقتي في مثلا من الفرشه دي، في منها الكبير وفي منها الصغير، هي نفس الفرشه بالظبط، بتبقى فيرم شويه لكن بتبقى فلافي في نفس الوقت لان هي بيبقى مليانه شعر. ايه الفرق بين الفرشه الكبيره والفرشه الصغيره؟ دي بيرسونال بريفرنسز 100%،
يعني انت هتحبي تستخدمي ايه. انا شخصيا دايما بحب استخدم الفرش الاصغر لان هي بحس ان هي بتديني كنترول اكتر، لكن في نفس الوقت هي بتاخد وقت اطول علشان تدمجي البرودكت على الوش كله. في نفس الوقت هي حاجة غريبة شوية، بس الفرش الأصغر بتركز البرودكت على منطقة واحدة وبتبقى أصعب في دمجها، لكن الفرش الكبيرة علشان بتاخد مساحة كبيرة من الوش بيبقى الدمج بيها أو أن أنت تحطي الباودر بيها أسهل بكتير من الفرش الصغيرة، لأن هي بتوزع الباودر على مكان على منطقة كبيرة، وعلشان بتبقى شعرها أكتر بتبقى أسهل في الدمج. فعشان كده برضو لو أنت مبتدئة تجيبي فرشة من اللي هم المليانين الكبار، فرشة الباودر تجيبي اكبر فرشة هتلاقيها. في شكل تاني من فرش الباودر اللي هم دول اللي بيبقى اسمها تايبرد او اللي هي بتبقى بوينتد من فوق، دي فرشة كويسة جدا جدا لان هي بتستخدم كمان للمناطق اللي صعب الوصول ليها بالفرشة الكبيرة زي حوالين الانف مثلا او تحت العين او حوالين الشفايف، لكن دي حاجة انت مش محتاجة تجيبيها لو انت مبتدئة. انا دي بالنسبة لي هي افضل فرشة باودر بستخدمها لنفسي او للزباين، لان هي بستخدمها لكل حاجه، بستخدمها لمنطقه الخدود، بستخدمها لتحت العين، بستخدمها للمناطق اللي صعب الوصول ليها، لكن في نفس الوقت هي يعني ان انت تاخدي البرودكت بيها بيبقى اصعب من الفرشه الكبيره، لان انت بتحتاجي تاخديه انك تلفيها علشان تبقى كل المنطقه اللي فوق عليها نفس الكميه من المنتج. وانت كمبتدئه مش محتاجه تعملي كل ده، لان كل اللي انت هتحتاجيه ان هي حاجه توزع الباودر بشكل كويس فوق الفاونديشن. فعشان كده برضو انا برجح اللي هي دي الكبيره. بعد كده في فرش الكونتورنج اللي هي بلاشر برونزر او هايلايتر او حاجه زي كده، بتبقى ليها اشكال كتير، بتبقى دي اكتر واحده popular اللي هي بتبقى انجلد اللي بتبقى عاليه من حته وواطيه من حته، وفي كمان اللي بتبقى شبه فرشه الباودر نفس الشكل بالظبط بس على صغير قوي، وفي كمان نفس فكرة الباودر اللي هي بتبقى tapered pointed، وفي اللي هي dual fiber برضو اللي هي بتبقى فيها نوعين من الشعر، شعر طويل وشعر قصير ومفرغة من فوق. دلوقتي برضو انا بالنسبة لي انا احسن واحدة هي tapered اللي هي pointed كده، لان دي انا بحس ان انا بقدر اتحكم فيها اكتر، بس هي نفس فكرة الباودر بالظبط ان هي محتاجة تكنيك معين ان انت تعرفي تاخدي البرودكت بيها. كمبتدئة برضو انا هرجح لك فرشة من الاثنين، يا اما الانجلد يا اما اللي هي شبه الباودر الصغير اللي هم دول. انا هكتب اسامي الفرش دي وهحط صورها برضو علشان اللي مش عارف يشوفهم، دي او دي، ودي اللي هي اكتر واحده الانجل دي هي اكتر واحده بوبولار اليومين دول، فممكن تستخدميها للبرونزر، ممكن تستخدميها للبلاشر، ممكن تستخدميها لو حابه تعملي كونتورنج او حاجه زي كده. فبرضو دي تالت فرشه انا برجحها ان انت تجيبيها لو انت مبتدئه. عايزه اقول لكم ان كل بغض النظر عندي وبغض النظر عندي ان كل اللي متبقي ده دي فرش للعينين. فرش العينين بالذات فيها فرايتيز مش طبيعيه لان هي استخداماتها كتير جدا جدا. بس عامة يعني القاعدة اللي انت محتاجة تتبعيها ان كل ما الفرشة بقت فلافي ومش متكوكة كل ما هتبقى توزيعها للمنتج احسن. يعني مثلا لو عندنا فرشة زي دي وفرشة زي دي، نوري لكم شكلهم، دي فلافي شوية ودي كومباكت متكوكة شوية، دي هتدمج حلو جدا، انما دي مش هتدمج خالص، دي كل اللي هتعمله ان هي هتركز لك اللون على منطقه واحده. علشان كده انت كمبتدئه كل اللي محتاجه تفكري فيه ان انت في مكياج العين انت محتاجه بالظبط فرشتين، فرشه تحطي بيها اللون تخلي اللون قوي زي ما هو مكانه، وفرشه ان انت تدمجي بيها. الفرشه الدمج في منهم اشكال كتير جدا برضو، هوريكم اشكالهم، في كده في كده في كده في كده، دول مثلا كلهم، دول كلهم مثلا كلهم فرش دمج مع اختلاف الاحجام، مع اختلاف شكل الشعراية نفسه، مع اختلاف الشعراية من فوق الفرشة من فوق مدببة ولا فلات، لكن كل دي حاجات انت مش هتحتاجيها خالص لو انت مبتدئة. هي الفكرة من دي ان ده شغل بروفيشنال شوية، لو انت محتاجة تدمجي اكتر من لون، لو انت محتاجة تحطي 3 او 4 تلوان في نفس اللوك، انما لو انت هتستخدميها استخدام يومي او حتى لو مكياج سهرة وانت خارجة مش هتحتاجي كل الكلام ده. كل اللي هتحتاجي ان هي تبقى فرشة فلافي كبيرة مليانة فراغات زي كده.
دي رقمها E40 من سيجما، بس برضو في ماركات كتيرة جدا بتعمل نفس الفرشة وبتعمل فرش شبهها، مش لازم تبقى نفس الشكل بالظبط، بس انت حاولي تجيبي اي فرشة تبقى مفرغة وطويلة وشعرها كتير، هي دي اللي تستخدميها لدمج العينين. دي هتستخدميها للكريس، للمنطقة اللي هي كسرة العين، او هتستخدميها لما تحطي لونين فوق بعض وعايزة تدمجيهم مع بعض، ده استخدام فرشة البلندنج. اللي بعد كده هتبقى اللي هي الفرش اللي انت بتباكي بيها الكلر، اللي بتحطي اللون وعايزاه يبقى مركز زي دول، زي دول مثلا، ممكن ما يبقوش واضحين قوي في الصورة بس انا عايزة اوصلك الفكرة اللي على اساسها تحددي الفرشة دي بتعمل ايه بالظبط. كل ما الشعر كتر وبقت الفرشة فيرم اكتر او ناشفة اكتر، كل ما تبقى مش مناسبة للدمج، كل ما تبقى احسن في ان انت تركزي اللون في منطقة معينة. انما كل ما تزيد الفراغات اللي موجودة في الفرشة وكل ما كانت فلافي اكتر كده تبقى احسن في الدمج. فهي اشكال كتير قوي وكلهم تقريبا بيأدوا نفس الوظيفة، لكن احسن واحدة للمبتدئين اللي هي الفرشة العادية خالص اللي بتشوفيها مع كل حاجة، اللي هي بتبقى فلات براش زي كده، هي مبططة، الفرشة المبططة وبتبقى ناشفة، ما بتبقاش فلافي وما بتبقاش مدورة من تحت، يعني دي بتبقى مبططة، دي اللي انت تقدري تركزي بيها اللون في منطقة معينة وبعد كده تدمجيه بفرشة الدمج. فده معناه ان انا لو انت مبتدئة برشحلك ان انت تجيبي الفرشتين دول، اللي هي واحدة تبقى فلافي تبقى شعرها مفرغ قوي، وواحدة تبقى ناشفة تبقى بتمسك البرودكت كويس. اي شكل مش هيفرق، سواء هتجيبيها قصيرة، سواء هتجيبيها شعرها طويل، سواء هتجيبيها عريضة، سواء هتجيبيها صغيرة، مش هتفرق في اي حاجة خالص، هي كلها تقريبا نفس الاستخدام. انما اهم حاجة وانت بتختاري فرش العينين ان انت تختاري يبقوا فرشتين زي كده، فرشة للدمج مفرغة وفرشة لتركيز اللون تبقى فيرم. هنيجي بعد كده للحواجب. فرش الحواجب مش كتيرة زي فرش العينين، هما تقريبا نوعين بس من الفرش. الفرشة الأولانية اللي بتبقى عاملة كده، بتبقى فلات مبططة ومن فوق الشعر كله سوا واحد زي كده، ودي رقمها E15 من سيجما. برضو مش محتاجة تجيبيها من سيجما، في مليون ماركة بتعمل نفس الشكل ده. والفرشة التانية اللي هي بتبقى angled، بتبقى مدببة من حتة وقصيرة من حتة تانية، بتبقى شبه طرف السكينة، تبقى عاملة كده. الاتنين دول استخداماتهم ان انت تحددي الحاجب او ان انت تحطي الايشادو اللي انت عايزاه على اللور لاش لاين او تحت العين. فدول انا شايفة ان دي اللي هي الفلات دي اصعب في ان انت تتحكمي فيها من الانجل دي الصغيرة، علشان كده انا ما بنصحش بالفلات دي، انا بنصح بالانجل اللي بتبقى عاملة كده، دي اسهل كتير في شغل الحواجب واسهل كتير ان انت تحطي بيها الايشادو اللي انت عايزاه تحت العينين او على اللور لاش لاين. فمعنى كده ان دي هتستخدميها استخدامين وممكن ثلاثة كمان، الفرشة الانجل هتستخدميها للحواجب، هتستخدميها ان انت تحطي ايشادو تحت العين، وكمان ممكن تستخدميها للايلاينر. هي مش اسهل فرشة ممكن تستخدميها للايلاينر، بس مع التعود عليها هتقدري تستخدميها للايلاينر بسهولة. بعد كده في فرش الايلاينر، انا اتكلمت عن الفرش الايلاينر بالتفصيل في فيديو تاني ممكن تدوري عليه على الشانل بتاعتي، لكن انا هقولهم بسرعة مرة تانية. فرش الايلاينر هي نفس الفلات براش اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها على الحواجب، في ناس بتستخدمها علشان تعمل الوينجد ايلاينر او الكحل المجنح، في ناس بتستخدم الفلات دي، وفي ناس بتستخدم الانجلد اللي انا قلت لكم دي حلوة للحواجب، وفي ناس بتستخدم التايبرد اللي بتبقى مدببة، بتبقى مليانة شعر ومن فوق مدببة، بس دي مش اسهل واحدة برضو للايلاينر دي، لان هي بتبقى سميكة شوية، ما بتقدريش تتحكمي في سمك الايلاينر اللي انت عايزاه، يعني لو عايزاه يبقى رفيع دي مش هتديك النتيجة اللي انت عايزاها. الفرشة اللي انا اتكلمت عنها قبل كده وقلت ان هي هتبقى احسن فرشة للايلاينر بيبقى شكلها عامل كده، بتبقى مش مدببة، بيبقى الشعر كله طول واحد وبتبقى رفيعة قوي عادي، يعني شوية شعر كده حاطينهم جنب بعض ومن فوق فلات، ما هياش مدببة وما فيهاش اي حاجة خالص. دي اسهل فرشة للمبتدئين ان انت تحطي بيها الايلاينر، وممكن تستغني عن الموضوع ده كله وتجيبي الايلاينر اللي هو البن اللي فيه سفنجة نفسه، ده تستخدميه من غير فرشة لو انت مبتدئة، لو انت تحبي كده، مع ان انا ارجح الفرشة دي بتديكي نتيجة احسن بكتير من السفنجة اللي بتبقى موجودة على الايلاينر. اخر حاجة هي فرش الشفايف،
ودي حاجة أنا شخصيا شايفة لو أنتي مبتدئة أو لو أنتي مش بتشتغلي على clients أو ما عندكيش حد تاني تحطي عليه، فرش الشفايف دي ملهاش أي لازمة. لو أنتي عايزة تجيبي فرش لنفسك أو لو أنتي بتستخدمي الروج لنفسك ملهاش أي لازمة. هي الفكرة منها كلها إن هي more hygienic، بتخليكي ما تحطيش نفس الروج على شفة مثلا بنت وبعدها تحطي نفس الروج هو هو على شفة حد تاني. عشان كده الفرشة بتاخدي بيها وبتغسليها أو بتحطي عليها السبراي المعقم وبعد كده بتستخدميها على الكلاينت اللي بعده. لكن لو انت عايزه تستخدمي فرشه روج لنفسك ما انصحكيش اصلا ان انت تجيبي فرشه روج، استخدمي الروج، ولو عايزه تحدديه استخدمي الكلاينر.